رياض الجنة زينب مسعود محمد رياض الجنة زينب مسعود محمد أول سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى قوله تعالى ويدخلهم الجنة عرفها لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على نعم وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق السؤال الثاني اقرأي قول الله تبارك وتعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل من فضلك كرم
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها لذل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لنخرجن الأعز زو نعم لنخرجن الأعز منها لذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن يا أيها الذين آمنوا إن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم فاحذر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموال سكت إن ينا يوا لا لا تلهكم أموالكم لا تلهكم أموالكم السكت لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. نعم ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم فيقول رب لولا أخرتني
فيقول ربي لولا لو قولنا فيقول ربي لولا فيقول ربي لولا أخرتني فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب نعم فأصدق ثم التجويد ولن يؤخر الله نفسا إذا نفسا إذا السكت السكت ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها جاء المد الواجب المتصل جاء جاء الإمالة الصغرى الإمالة كبرى كبرى والله خبير بخبير ب الإقلاب ما هو الإقلاب لغة واصطلاحا؟ الإقلاب لغة هو تحويل شيء أو وجه واصطلاحا هو قلب النون الساكنة عن التنوين ميم مخففة في اللفظ لا في الخفض ما لقاء الغنة وكم حروف الإقلاب؟ واحد وما هي؟ الباء بارك الله فيك